اكو فد امور لازم ينتبه لها صاحب القرار، بانه احنا شعب مكونات زين، وسكان العراق الاصليين هم المسيحيين. احنا صح اوكي ماشي محرم علينا، بس هاي حريات خاصه ما نقدر نمنع المواطن من هاي ممارسه هاي الحريات، واحنا الان في مرحله ديمقراطيه. اي زين، فبيها عده عوامل هذا القرار. اولا راح يصير احتكار بالسوق، حيصير كله سوق سوداء مثل بالتسعينات ما سووا السجائر والمشروبات وزادت تقريبا 5 أضعاف، فهذا القرار غير صائب. بصراحة أنا يعني ضد هذا القانون، لأنه يعني إحنا بلد متعدد الأديان، متعدد الأعراق، بلد حضارتنا 7000 سنة، بلد يعني ثانيا إحنا دا نتجه للسياحة، سياح دا أشوف يعني دائما على اليوتيوب على الفيسبوك سياح دا يجون، فخلي الناس هي تختار.